والله بكل تأكيد. يعني اليوم احنا لو تشوف صادق حسين، يعني حتى مباراة اليوم مثلا بين المغرب والبرتغال، يعني تقريبا مباراتهم تقريبا يعني متكافئة بفرصها، متكافئة يعني بلعبها بتكافئ، ولكن لديها بعض التحفظات بالنسبة للخطوط الدفاعية. يعني الخطوط الدفاعية اليوم المغربية كانت منضبطة بأعلى مستوى، ولكن الفريق البرتغالي اليوم يعني خطوط الهجومية يعني مو فعالة، يعني بقدر ما خلينا يعني نقول من وجهة نظر يعني لربما كريستيانو رونالدو يعني إلى في التأثير، لكن التأثير اللي ربما تكون المباراة اللي سبقتها كان بها يعني انتصارات وتحقيق أهداف يعني كثيرة، لكن اليوم بينت يعني على الفريق البرتغالي، لأن الفريق المغربي من الناحية الدفاعية منضبط جدا، ولهذا السبب ما حصلت يعني فرص كثيرة اليوم للبرتغال.